انا ادو اشرف ودي قناه الدايدنج نيكون رجعت لكم فيديو جديد. ده هيكون فيديو جديد شويه عليا بس هو مش فيديو جديد فكرته. ده هيكون فيديو تي بي ار للشهر. انا اولا مش بحب اعمل الفيديوهات دي عشان ما كنتش بلتزم بتي بي ار. تي بي ار اللي هي تو بي ريد او قائمه القراءه اللي بتتحدد قبل بدايه الشهر والشخص بيمشي عليها طول الشهر. انا مزاجية جدا في القراءة فما كنتش بلاقي جدوى جدا من ان انا اعمل قائمة قراءة غالبا مش هلتزم بيها بعد الكتاب التاني. بس لقيت ان انا حاليا قوائم القراءة المحضرة للشهر نوعا ما بتساعدني شوية ان انا احس بانجاز شوية، احس بدافع، احس برغبة في قراءة. فزي ما بعمل في موضوع الفلوجز بيكون عندي هدف ان انا عايزه اكمل مجموعه الكتب دي. فحطيت بعض برومتس اللي وريتها لكم في الجورنال هتساعدنا اختار كتب سواء من الكتب الورقيه بتاعتي او من الكتب الالكترونيه اللي عندي. هحاول معاكم. فيديو هيكون خفيف شويه. تاني حاجه، الفيديو ده مش هينزل يوم الجمعه. انا بحاول اخترت يوم الجمعه عشان ده يوم اجازه اغلب الناس، بس ده هيكون فيديو مرتبط ببدايه الشهر فهيكون يوم واحد او اتنين في الشهر. امل ان انا اقدر ان انا بصوره 31 يناير، فاللي هو انا شطرت ان انا اعمل اخلص تصوير واعمل له اديت النهارده عشان ينزل بكره، ف يعني ده هيتطلب قدرات خارقه شويه. المهم نقعد نتكلم مع بعض وندردش ايه الكتب اللي هختارها، وهوريكم إيه كل الكتب الورقيه اللي هختارها واي كتاب الكتروني هحط الغلاف بتاعه زي ما انتم عارفين. وهقول لكم كل برومت وايه الكتاب اللي انا ممكن اختاره البرومت دي. طبعا معايا كوبايه القهوه بتاعتي مهمه في التخطيط للقراءه. اول حاجه كتاب من نتجلي. انا بقرا الكتب بتاعته من على الكندل بتاعتي. ف كتاب من نتجالي، موقع نتجالي هو موقع بيتيح للشخص المشترك فيه ان هو في امكانيه تقرم الكتب قبل ما تصدر، في مقابل طبعا تكتبوا ريفيو على الموقع فده يخلي السكور بتاعكم عالي فيفضل يجي لكم كتب. طبعا لو عمالين تاخدوا كتب بس من غير ما تكتبوا ريفيوهات كافيه ده هيخلي السكور بتاعكم قليل وممكن تترفضوا في بعض الكتب، بس في كتب بيبقى متاحه لاي شخص. فانا محمله كتب كتير من على الموقع نتجالي على الكندل، فطريقتي في اختيار كتب نتجالي فظيع شويه. يعني انا بختار عندي على الكندل كتب كتير جدا فبختارهم بالارقام شويه. فانا بختار اي رقم عشوائي والكتاب اللي يطلع عليه رقم ده بختاره لان خصوصا في كتب نتجالي ما اعرفش عنها حاجه. فالكتاب اللي اخترته الرقم بتاعه طلع لي اسمه An Official Britain Journey Through Unexpected Tales. ده اولا نون فيكشن وهيستوري فممكن يبقى تقيل بس ممكن يبقى ظريف جدا. اعتقد هو كتاب نون فيكشن عن اماكن غريبه في بريطانيا، اماكن ممكن مش مشهوره جدا او مش معروفه جدا في الكتب التاريخيه، فده اعتقد هيبقى لطيف جدا بالنسبه لي. فده هيكون اول كتاب هكتبه هو An Official Britain. بعد كده بحاول اختار كتاب جرافيك واحد على الاقل في الشهر، فبرضه بختار من الحاجات اللي انا اخترتها من على نتجالي. ونتجالي حاجاته الجرافيك مش بتروح على الكندل، فانا بحاول اختارهم على تابلت او حتى على الكمبيوتر. ممكن تقروا مع الكمبيوتر لو معاكم البرنامج اللي بيقرا الحاجات دي. فانا بختار واحد عشوائي من الحاجات اللي انا محملاها على التابلت عندي. اخترت اول واحد موجود عندي على التابلت واسمه باكس سامسون. احط كل الكفرات دي، انا معرفش عنها كتير، هحاول اشوفها على الجودريدز. الجودريدز طبعا هو صديقي حاليا لان انا مش عارف اي حاجه عن الكتب دي. ده اول فوليوم من ثلاثيه، فهنشوف لو عجبني الفوليوم ده هكمل بقيه الثلاثيه. عن عالم بيحاول يوصل للسلام وسط صراعات كتيره، وفي بطل خارق عبارة عن شيف بيطبخ، فاللي هو اوكي لطيف لطيف. شكلها تبقى قصة كيوت واسلوب الرسم مشجع من الغلاف. بعد كده كتاب جوائز. زي ما انتوا عارفين انا مهووسة مشاريع، فببدأ مشاريع قراءة كتيرة جدا، فواحد طبعا منهم هو الجوائز. فطبعا عندي قائمة طويلة بالجوائز، هختار جايزة ما واختار الكتاب بتاعها. الجايزه اللي اخترتها برضو بختارهم عشوائي ان انا مختارهم مرقمهم، فجايزه وورلد فانتسي اوورد، ودي كانت جايزه فانتازيا لاحسن روايه، وروايه اسمها ترابل ذا سينس لالايا دون جونسون.
مشجع انها روايه منفصله مش جزء من سلسله، فده مهم جدا بالنسبه لي. بيشبهوها بتجمع بين السحر بتاع نايت سيركس، بحب نايت سيركس، بحب فكره نايت سيركس، انا لسه ما قريتش نايت سيركس. والجانب التاريخي بتاع اندر جراوند رول وود، دي روايه فانتازيا تاريخيه في نيويورك وقت الحرب العالميه الثانيه. فواضح ان هو كتاب مشجع، فده هيكون اختياري للجوائز. سو فار كلها كتب الكترونيه، فكل الكتب دي هقراها على الكندل، قريب هنلاقي كتب ورقيه. ما الفكره ان انا بحاول الفتره دي انوع شويه في قراءاتي، كلها حاجات يعني انا مش هقرا حاجه انا مش عايزه اقراها، بس في نفس الوقت عايزه اقرا حاجات ما كنتش بجربها قبل كده، لمجرد ان انا يعني ايه اشوف حاجات مختلفة او اجرب حاجات مختلفة، بعد ما وصلت مرحلة ان انا نوعا ما كنت بركز على جانب واحد بس من الفانتازيا، حتى في جانب كتير الفانتازيا بركز على جانب واحد، فالجانب الواحد ده حتى بقى متكرر شوية، فدلوقتي اشوف جوانب اخرى الفانتازيا ما كنتش قريتها قبل كده. بعد كده عندي كتاب على الويش ليست، انا عندي ويش ليست على جود ريدز بضيف فيها اي كتاب مثير للاهتمام من السنوبس بتاعته، سمعت حد بيتكلم عنه بس ما اشتريتوش، على امل ان انا ممكن اشتريه، ممكن اجربه، ممكن اقراه، ف هشوف كتاب من الويش ليست بتاعتي وهجرب اقراه الكتروني. طبعا انتوا عارفين ان انا لما بقرا كتاب الكتروني بيعجبني جدا بشتريه، ده متكرر مع كتاب انا بقراه حاليا هو روايه كروسنجز. لما الروايه بتعجبني جدا جدا حتى لو قريتها مره بشتريها حقيقة لو كنت قريتها الكترونيه، لان انا بحب فعلا احتفظ بيه الكتب المفضله عندي. شوف الويش ليست بتاعتي، الويش ليست بتاعتي فيها على جود ريدز فيها 574 كتاب، ف فعندي اوبشنات كتيره فيها. طبعا دلوقتي بلجأ للاختيار عشوائي الارقام، يقول لي رقم 533 واشوف ايه الكتاب اللي رقمه 533. 533 كتاب اسمه Light Years From Home، هتشوفه متوفر ولا لا، لان هو اصدار جديد، اصدار السنه دي، فهنشوفه متوفر ولا لا. هو دي روايه ساي فاي خيال علمي عن الفضائيين، فانا شدتني جدا، فاول حاجه هنشوفها متوفره ولا لا. كتاب متوفر، فده هيكون اختياري لكتاب من على قائمه الويش ليست بتاعتي. بختار كتاب راندوم من قائمتي اللي هي قائمه الكتب اللي انا كنت محملاها عندي، ده غير قائمه كتب نت جالي. انا بحمل كتب كتيره، يعني عندي هوس بتحميل الكتب. قائمة الكتب بتاعتي 718 كتاب، فنحطهم في الراندوم نمبر جنريتر وهو يختار لي رقم اقراه. 390 طلع لي كتاب اسمه One Day لجاك نيكولز، فنشوفه الكتاب ده بيتكلم عن ايه. ديفيد نيكولز، سوري، One Day لديفيد نيكولز، ده رواية كونتمبريري رومانسية، رواية معاصرة ورواية رومانسية، فاعتقد هتبقى قراءة خفيفة ولطيفة. تقريبا الروايه دي بتتابع شخصين في نفس اليوم وحياتهم بتبقى عامله زيك، نوعا ما بتفكرني بنورمال بيبل. ف روايه انترستنج. بعد كده بختار كتاب من حول العالم. انا اهد شويه في مشاريعي كتب من حول العالم، بس محتاجه اعمل فيديوهات، لان انا قرأت مجموعة كتب من حول العالم بس لسه حتى ما عملتش فيديوهات ليها، ف دلوقتي بقيت بستبق الأحداث وبقرأ الكتب بس ما بعملهمش فيديوهات، ف هحاول أرجع أعمل فيديوهات دي تاني، بس الفكرة كمية المشاريع اللي عندي مخلياني محتارة أعمل فيديو لأنهي مشروع. كتب من حول العالم، نختار دولة جديدة. الدولة اللي عليها الدور هي اوكرانيا، وكنت مختارة منها Dead Souls. اللطيف ان كتاب Dead Souls ده موجود اوريدي عندي، فمش اقراه الكتروني، عندي نسخة قديمة منه وهو هنا. كتاب نيكولاي جوجول Dead Souls، نسخة قديمة جدا بس عاجبني الرسمة اللي عليها دي.
زي ما شفتم عندي نسخة من Dead Souls ورقية، بس مش عارفة اقراها ورقية ولا لأ، لانه كتاب ممكن يكون صعب شوية، فالكندل بيساعدني ان هو بيوريني معاني الكلمات، اي كلمة بواجه فيها مشكلة. بس انا ممكن اجرب اقرا فصل من هنا، خصوصا ان هو الفونت بتاعه مش وحش جدا. اتوقعت النسخة القديمة دي يبقى الفونت فيها اسوأ، بس يعني سهل القراءة نوعا ما نوعا ما. فنجربها وبعدين لو لقيت من اول فصل ان الدنيا مش ضبط معايا خالص، هحمله على الكندل عشان اعرف اشوف معاني الكلمات. اكيد مترجم، بس انا مدام متوفر انجليزية بحب اقرا بالانجليزي، وطبعا مكتوبة بالروسي، كانت مكتوبة بالروسي، فده هيكون اختياري لأوكرانيا. بعد كده عندي مشروع جديد ماشيه فيه، عملت منه فيديو واحد، في كذا فيديو محضرهم، بس انا حاليا بمشي مشروع اللي هو كتب بوكس لايك، اللي هو كتب تشبه حاجه معينه. فانا حاليا هبدا في فيديو جديد اللي هو بوكس لايك ا سيريز اوف انفورشن ايفنتس. فانا عندي كتابين ورقيين، الاثنين بيتشبهوا ببوكس لايك ا سيريز اوف انفورشن ايفنتس، فاختار واحد منهم. فكر واحد منهم عربي، واحد منهم انجليزي، واحد منهم منفصل كتاب واحد، وفي واحد منهم بداية سلسلة. انا كده كده ناوي اقرا الاثنين، بس بفكر ايه اللي ابدا بيه. الكتاب العربي موجود هنا، هو الكتاب ده، هو افطار الابطال لكارت فونيجت، ترجمة محمد احمد جمال. هجرب الكتاب العربي من هو ممكن يبقى اسهل. دي رواية كارت فونيجت افطار الابطال، مش عارفة الصراحة وجه الشبه بينها وبين سيريز اوف انفورشن ايفنتس ايه بالظبط، بس اعتقد هنكتشف. وفكره الروايه شكلها كوميديه، فممكن ده جانب من الجوانب بتاعتها المتشابهه، وفيها رسومات كتيره. يعني مش دايما بشوف الحركه دي لما كتاب عربي بيترجم، لو كان في الانجليش رسومات مش دايما بياخدوا رسومات، فانا سعيده ان هنا في رسومات. معرفش حاجه عن كارت فونيجت، دي هتكون قراءتي الاولى لكارت فونيجت، واحد من الكتاب الامريكيين طبعا المعروفين والمهمين جدا. عايز اقرا كتابين من المشروع ده، بس هبدا بده وبعدين هشوف لما اخلصه هقرا ايه تاني في المشروع، لان طبعا على حسب سرعتي وانا عماله ازود كتب، ما اعتقدش ان هقرا كل ده في الشهر، فاعتقد هتشوفوا في الحصاد ايه اللي هيحصل. فحطينا ده، اعتقد لما اخلصه هختار واحد تاني عشان برضو ما كنش بحرق لكم الفيديو كله، فده انتوا كده شفتم نبذة بسيطة. وهي مشروع تاني اللي هو كتب اللي بيحبها المشاهير، ده مشروع جديد لسه ببدأه، انا خلصت منه واحد وشبه بخلص التاني دلوقتي، بس لسه طبعا محتاجة اصورهم واعملهم. فانا حاليا شغالة في الكتب اللي بتحبها تيلر سويفت، وصراحة لقيت منها حاجات لطيفة، فانا قرأت مجموعة كبيرة منها. فضلي واحد بس، فضلي واحد مهتم ان اقراه، وهو كتاب اطفال، فاعتقد ان هو هيكون كتاب خفيف ولطيف، واعتقد ان ناس كثيرة تعرفه. وفي واحد تاني انا قريته قبل كده وهي حطاه في القائمة بتاعتها، بس انا عايز اعيد قراءته تاني، فانا هضيف الاتنين دول علشان عايز اعيد قراءتهم، عايز اخلص مجموعة الكتب بتاعتها عشان اعمل الفيديو بتاعها. فالكتب الكتاب اللي هي الاخير اللي انا هضيفه هو شارلوت سويب، اعتقد ناس كتير تعرف الكتاب ده، كتاب اطفال، اعتقد بيتكلم عن عنكبوت ما، مش متاكده صراحه قصته ايه. الكتاب التاني بقى اللي انا قريته وعايزه اقراه تاني عشان اعمل له انوتيشن، انا قريته من غير ما اعمل له انوتيشن، هو كتاب الكاتب المفضل بتاعها، هو كتاب The Fault in Our Stars لجون جرين، فانا هختار دلوقتي النسخه اللي انا هعمل لها انوتيشن. الفكره ان Fault in Our Stars عندي منه كذا نسخه، عندي في منه نسخه هارد كوفر، في عندي نسخه تانيه هنا، اعتقد النسخه دي بيبر باك، اعتقد البيبر باك هتكون اسهل في القراءه. نبعد كل الفيجرز دي، انا مش عارفه انا ليه حطيته تحت كده. ادي الكتاب ده البيبر باك بتاعه، وكمان عندي الهارد كوفر، فاعتقد هنشوف الهارد كوفر والبيبر باك الفرق ما بينهم عامل ازاي في السباين وكده،
وهقارن ما بينهم انهي اسهل في القراءة. ده واحد من كتب مفضلة، فكان انا كنت عندي منه 3 نسخ، في النسخة الثالثة اللي عليها كفر فيلم، بس انا عايز اقرأ واحدة من عليهم كفر الكتاب الاصلي. فاعتقد البيبر باك سهلة في القراءة، فاعتقد اللي هعمل لها انوتيشن هي البيبر باك. الهارد كفر سهلة برضو في القراءة، بس البيبر باك احسن، فانا هسيب الهارد كفر تيل بعدين و هقرأ The Fault in Our Stars تاني. واحد فعلا فعلا من كتب مفضلة جدا. الكتاب ده عليه جدل كتير طبعا، الناس بتحبه والناس بتكرهه، بس انا بحب الكتاب ده، بحب جون جرين، فده هنضيفه لقائمة القراءة. فهيكون كده لي كتب تيلر سويفت، شارل سويفت، و The Fault in Our Stars. وهتنتظروا الفيديو ده، انا مش هقول لكم بقية الكتب اللي موجودة في القائمة. بعد كده حاجة اسمها بازورداثون، دي ماراثون بتعمله بوكس ان لالا لكل شهر. بتختار كلمة معينة، واحنا هدف ان احنا نلاقي كتاب عنوانه او كفر بتاعه في الكلمة دي. فهي مختارة الشهر ده الناونز، البرناونز اللي هو يو هي هم، زي هو انت. اعتقد ان انا عارفة ايه الكتاب اللي هختاره. اول كتاب جه في دماغي هو الكتاب ده، Beautiful You لي تشاك بولانيك. الفكرة ان ده كتاب رعب زي ما انتم شايفين، فرف الرعب، فانا مش عارفة موقفي منه ايه، بس اعتقد ان انا عايزاه، خصوصا ان هو كتاب قصير شوية، فهنحطه في القائمة وامل ان هو ما يدمرنيش. زي ما شفتوا زودت كتاب Beautiful You لي تشاك بولانيك، معرفش عنه اي حاجة الكتاب ده. Oh my god. A billion husbands are about to be replaced. في استبدال للأزواج في الرواية دي. واضح انها أبوكاليبتك شوية، فيها ديستوبيا، هنكتشف بتتكلم عن ايه. انا مهتمة اقراها له، ان انا قريتلوش حاجة، قريتله الناجي الاخير اللي هي اسمها انجيز لاست سيرفايفر او سيرفايفر بس، وكانت حلوة طبعا. بقريتلوش روايته الأشهر اللي هي فايت كلاب، لأنه الفيلم حرقها ليا، بس ممكن أرجع أقراها في وقت ما، بس دي هتكون قراءتي إيه الأولى ليه من فترة طويلة جدا. فدي اختيار للبازورداثون، ففيها كلمة يو، بيوتيفول يو، فأنا مختارة عشان كلمة يو. بعد كده فيفورت أوثر، عاملة هدف إن أنا أقرأ، بجمع كتاب مفضلين كتار، بس مش بقرأ لهم كتب بعد الكتاب اللي اعتبرته كاتب مفضل غير بعدها فترة طويلة. فقررت ان انا اخلي هدف ان انا احاول كل شهر اقرأ كتاب مفضلين، اقرأ لكاتب مفضل عمل تاني لي. حاليا انا ماشية في كتاب لكاتب مفضل، بس يعني مفيش مانع نزود كتاب كمان، بان القائمة دي تقريبا وصلنا 15 كتاب، وانا ما اعتقدش ان انا هقرأ 15 كتاب في الشهر، بس هنشوف. برضو انا عاملة قائمة بارقام، فاختار رقم عشوائي، رقم 7. مين رقم 7 عندي؟ فيرجينيا وولف. ها، عندي كتاب لفيرجينيا وولف ورقي، فاعتقد دي هتكون فرصة اقرأ حاجة ورقية كمان. هاخدكم ننقيه. يس، كتاب فيرجينيا وولف الورقي اللي عندي هو ميسيس دالاوي. نبعد دوايت كده. ميسيس دالاوي، وهو الطبعة الجميلة دي. صراحة انا اشتريت الطبعة دي بس عشان الغلاف بتاعها، الغلاف بتاعها جميل جدا جدا جدا. فهنضيف ميسيس دالاوي لبقية القائمة. القائمة بتاعتي بتكبر جدا جدا، دي قائمة حتى الان غير الكتب الالكترونية. فيرجينيا وولف انا اعتبرتها كاتبة مفضلة بعد ما قريت كتاب نسيها حاليا، قريت لها كذا كتاب. بس مش عارفة الصراحة ميسيس دالاوي هتكون صعبة ولا لا. هي كتاب قصير، الكتاب حوالي 150 صفحة، بس طبعا اسلوب ميسيس دالاوي هنشوفه عامل ازاي. بس الصراحه الطبعه دي جميله جدا، انا اشتريتها بس عشان شكل الغلاف، شكل الغلاف. نحاول نفرده كده، جميل جدا، فامل ان هو يكون سهل. واخر كتاب، اخر كتاب في المجموعه السيكوال. انا بيكون عندي بدات سلاسل كتيره زي ما انتم شفتم في فيديو الجورنالينج لو تابعتوه، فانا عامله هنا في الجورنال صفحه بتخليني اتابع كل السلاسل اللي انا بداتها، فهنختار سلسله منهم اكمل الكتاب بتاعها. اول واحده قدامي هي ريدي بلاير 1. انا عندي كتاب ريدي بلاير 2 ورقي،
فهل دي ان انا اقدر اقرا؟ بصراحه مش متاكده ان انا هقرا ريدي بلاير 1، بس اقدر اقرا له سينوبسيس واقرا اخيرا ريدي بلاير 2 اكمل الاحداث، خصوصا ريدي بلاير 2 كتبه بعد فتره طويله في رف الساي فاي. ادي ريدي بلاير 2 كتب طويل شويه بتاع ارنست كلاين. حاليا بشك في اللي انا بعمله ده، انا مستحيل اقرا كل الكتب دي. ريدي بلاير 2 ده الجزء الثاني من ريدي بلاير 1 كتبه بعد فتره طويله. الفكره ان هو بيستكمل احداث بعد نهايه الكتاب الاول على طول، فانا مش عارفه الصراحه موقفي منه ايه. انا حبيت ريدي بلاير 1 جدا 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 اكتر من الفيلم ولا حاجه جنب الكتاب. بس نشوف. اعتقد مش عارفه الصراحه هقرا الكتاب الاول ولا لا، ممكن احاول اسمع اوديو. انا بحبش الكتب الاوديو، بس في حاله كتاب زي ده انا قريته قبل كده فعارفه القصه بتاعته، بس يعني ايه عايزه برضو استرجع الاحداث، مش عايزه ادخل في ده على طول وانا بقالي ايه 6-7 سنين من ساعه ما قريت ريدي بلاير 1. ف دي قائمه الكتب بتاعتي. طبعا ما انساش ان انا عايزه اعمل فلوج، فالفلوج دي هيكون ليها 4 كتب تانيين غير الكتب دول. انا ممكن اغش شويه وادخل كتب من دول في التحدي، او ان الفلوج تبقى في شهر مارس، هنشوف. انتوا هتكتشفوا ده معايا وانا بكتشفه. بس دي قائمه الكتب اللي انا عايزه اقراها. منظر مرعب شويه، خصوصا ان في جنبها كمان مجموعه كتب الكترونيه. المهم قاموا تكونوا استمتعتوا بالفيديو ده، جنبها كمان كتب الكترونيه، فانا مش عارفه الصراحه اذا كنت هقرا كل الكتب دي ولا لا. عايزه اعرف رايكم في الفيديو ده، لو دي فكره تحبوا ان انا اعملها كل شهر، كل اول شهر تشوفوا وانا بخطط للقراءات بتاعتي. دي نوعا ما القائمه اللي انا هحاول اقراها. مش هكذب عليكم واقول لكم ان انا هقرا كل ده الشهر ده، بس دي هحاول اقراها، خصوصا ان انا حاليا ماشيه في 3 كتب جنب الكتب دي، وهحاول كمان اقرا كتب لي فلوج. ف مش عارفه المفروض اخلص كام كتاب في الاسبوع، بس هنحاول، هو ده الهدف. خصوصا نسيني فبراير شهر قصير كمان، هنشوف، هنكتشف ده مع حصاد شهر فبراير. عندي ليكم سؤال لو حد مكمل لاخر الفيديو. انا بنزل بحاول حاليا انزل فيديو كل يوم الجمعه، والفيديو ده هيكون يوم واحد او اتنين في الشهر فمش دعوه، بس لو انا هحاول انزل فيديوهين في الاسبوع، ايه اليوم التاني المناسب ليكم؟ انا حاليا مش عارفه احدد يوم تاني غير الجمعه مناسب لي الكل عشان يتفرجوا على الفيديوهات براحتهم، بس لو قلتوا لي كلكم اجابات ممكن اختار الاغلبيه واحدد على هذا الاساس، وطبعا على حسب التوقيت بتاعي وسرعتي في الايديتنج والتصوير. بس اول فيديو يكون عجبكم. دي اول مره اجرب اعمل فيديو تي بي ار، واعتقد ان احنا هنشوف نجاح الفكره دي مع نهايه الشهر، هكون قرات قد ايه من الكتب دي. لو قراتوا اي حاجه من الكتب دي اكتبوا لي في الكومنتات. لو عجبتكم الفكره دي مهتمين ان انتوا تشوفوها تاني في الشهور الجايه قولوا لي. اول فيديو كان عجبكم، وانتظروني في الفيديو الجاي. باي باي.